بعد لقاء وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أنري خوري مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي في الديمان يوم الجمعة لمتابعة قضية المطران موسى الحاج، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل أن ما يهم خوري التأكيد على أن غبطة البطريرك والأساقفة من حوله هم دراسة في الوطنية، وهمهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوناته الروحية. وكشف خوري أنه بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى الأراضي المحتلة، والتي من شأنها إنشاء مكتب ارتباط مؤلف من قادم من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام، تتلقى طلبات العودة إلى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الأحمر للموجودين في إسرائيل وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى. وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات، أي قبولها أو رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص. وفي ردود الفعل المستمرة حول القضية، اعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية رازي الحاج في مداخلة مع الجديد أن الأخطر هو مضمون الرسالة من توقيف المطران موسى الحاج، لافتا إلى أن مخالفات القاضي فادي عقيقي لا تعود فقط إلى ملف المطران. المطران يأتي بهذه المساعدات علنا وبيعبر على النقاط الحدودية علنا، ما عم يعمل شيء مخبى. وأنا رأيي أنه يمكن البعض ركز على شكل التوقيف المهين ومحاولة إذلال يعني المطران وفشل حدا يذله، إنما أنا الأخطر بالنسبة لي هو مضمون هذا التوقيف والرسالة من وراء هذا التوقيف، يلي في بعض الناس بدون يحاولوا يلبسوا البطريركية المارونية ملف عمالي. مخالفات القاضي عقيقي لا تعود فقط إلى قضية المطران الحاج، إنما تعود إلى أكثر من ملف وأبرزها غزوة عين الرماني يلي عنده مخالفات كثير كبيرة، يعني يمكن ما منلحق نعددها هلا على الهواء، إنما هذه المخالفات بدأت بطريقة حرف التحقيق بمحاولة وضع سيناريوهات وتخيلات لما حدث في عين الرمانة، وهو أمر واضح أنه هناك كان في مظاهرة انحرفت عن المسارة فاتت على أحياء سكنية. حضورنا بالديمان طبيعي، مش لأنه نحن فقط يعني ننتمي إلى بكركي روحيا، إنما نحن وبكركي بخط سيادي لبناني، والوقوف إلى جانب البطريرك الراعي بمناشدته لتحرير لبنان من خاطفيه، لاستعادة لبنان سيادته. الجبهة السيادية من أجل لبنان دعت من جهتها جميع اللبنانيات واللبنانيين إلى التوجه الأحد إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، دعما لبكركي ولمواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد التطاول على أسقف في الكنيسة والإهانة بحقه.